من الذي أسكتنا الآن لنسمع وأنطقني لأتحدث؟ الله. فالله هو الذي هدى. ماذا بقي؟ بقي أن نسأل الله القبول. إن الإنسان الإنسان من ضعفه وعجزه وجهله لا يدري ماذا يراد به، لكن من عظيم الطاعة حسن الظن بالله. وإننا لنرجو أن الله الذي علمنا وهدانا وأدخلنا بيتا من بيوته أن يكون أرأف وأرحم بنا من أن يطردنا بعدها من رحمته.